السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشركة. ازيكم عاملين ايه؟ انا زي ما وعدتكم وانا معايا الجي شوك اللي هي الجي اي 1000. كان معايا، كنت عامل زي فيديو كده عليها، بس كانت اللون الاورنج البرتقاني، اما دي الاسود، وكمان الاورنج البرتقاني كانت بستراب رابر، ده استراب استانلس. لا شكله حلو، استانلس، وكمان بفولدنج كلاسب، مش ده ديبلويمنت كلاسب. الديبلويمنت ده اللي هو عامل زي استيك الفراشه. الساعه ما شاء الله، يعني ما شاء الله كويسه، يعني بتفت الريست، يعني مظبوطه كده على الريست. الساعه فيها بوصله، فيها ترموميتر اللي هو مقياس درجه الحراره. والغريب ان انا شفت المقياس درجه الحراره ده، لقيته من سالب 6، بيقيس من سالب 6 لحد درجة 60 درجة مئوية في خلال، بيقيس في خلال 10 ثواني اللي انت بتقيس فيها. يعني مثلا ان انت واقف في منطقة وليكن حر، هو اول ما بتدوس عليها بيحسب في الخلال دي درجة حرارة عاملة ازاي. الازاز بتاعها مينرال، المينرال ده غير السابفاير، السابفاير اعلى شوية، اعلى حاجة السابفاير. المينرالز دي حاجة كويسة طبعا، اعلى من هارد ليكس. المينرالز دي بتبقى من معادن، بس تبقى كويسه جدا وتبقى قويه قوي على فكره. انا كنت فاكر على فكره ان ساعات الجي شوك زيها زي بقيه الازاز العادي، لا، لقيت المينرال ده اقوى بمراحل من الازاز العادي. انا جربت يعني جربت تيست كده، ان انا خربشته وخبطت عليه، لسه شغال. ولسه ان شاء الله هعمل عليها مراجعه كبيره ان شاء الله عن الباكينج بتاعتها وكل حاجه، فانتظروني ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو يا ريت تضغط لايك، تعمل سبسكرايب في القناه، وما تنساش طبعا تشيروا ما بين اصدقائك وما بين الناس. شكرا جدا ليكم، ويا ريت يا ريت يا ريت تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، عشان نكبر ونبقى من اكبر عالم الساعات والتخسيس وكذا حاجه تاني. السرشاج ان شاء الله هتضم اكتر من موضوع، فيا ريت تعمل سبسكرايب عشان تبقى تنضم للمجتمع الكبير ده. وشكرا جدا ليكم يا جماعه، كان معاكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.